السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم، كل خير، كل عام وانتم بخير، الله يبارك لكم في الايام الفاضله هذه ويديم علينا يا رب الصحه والعافيه. انا ابغى اتكلم بكل عفويه وشفافيه كذا سريع في موضوع بسيط جدا، اللي هو عن المنظمه العالميه للقهوه سبيشالتي كوفي اسوسيشن، راح اقول سكاب، ممتاز، اللي هي المنظمه العالميه للقهوه الامريكيه، وسبب خلافي معها انا، لانه انا بالنسبه لي اشوف انه في اشياء لازم انها تتوضح، لازم انها تقال بطريقه مثاليه وتوصل للناس بطريقه افضل واسهل. في تقصير مره كبير، في اشياء انا ماني راضي عنها للامانه، حتى لما انا اعلم الطلاب عندي او المتدربين او اي شخص انا اعطيه معلومه اقول له ترى كلام سكا كذا وتجربتي انا كذا، فلازم توضح النقطه هذه ولو اني انا ادرس منهجهم. فبس فمثلا لما يسألني شخص عن وقت استخلاص الاسبريسو المثالي انه المفروض كم يكون، انا بالنسبة لي صنفها انه على حسب الطعم نفسه، يعني ممكن نستخلص في 20 ثانية مثالي، ممكن اقل، ممكن في 30 ثانية مثالي، ممكن اكثر، فهي تعتمد على اشياء مرة كثيرة، مو لازم نتعمق في التحميص واعرف انها اوفر ديفلوب ولا انها اندر ديفلوب، فتحتاج مثلا حرارة عالية واستخلاص بطيء وضعيف او استخلاص سريع والى اخره. هذه مهمة اشخاص معينين، ما هي لكل الناس، انه كل الناس المفروض انهم يجربوا زي كذا، لكن انا لازم اوضح لك النقطة هذه. انت لا تاخذ كلام المنظمة العالمية للقهوة سكا انه استخلاص الاسبريسو خلال 20 ثانية الى 30 ثانية هذا الوقت المناسب، اعلى من كذا خطأ، وكأن الشيء هذا القرآن منزل، او اقل من كذا خطأ. فأنا راح أذكر أمثلة على الشيء هذا وراح أنتوا تشوفون، تمام؟ في عندنا حاجة ثانية واللي هي درجات الطحن. درجات طحن الإسبريسو والبلاك كوفي باختصار هي أصلاً مجرد نصيحة إنه هذه مثل السكر الخشن، هذه مثل الملح المدري إيش، وهذه كذا وهذه كذا. الهدف منها إنه هذه تكون أنعم شوية وهذه تكون أخشن شوية. ليه؟ لأنه الانسحاب ونزول الموية في الأداة هذه سريع، فانا عشان كذا اصير انعم شويه وابطئ من نزول المويه. ليش ما تتقال لنا بالطريقه هذه؟ ليش الشخص يصير مثلا يصور درجه الطحنه ويرسل مثلا شخص يقول له ها هذه مثاليه ولا لا، يروح الشخص الثاني يقول له لا عدل عليها. كيف اعدل عليها؟ لو كانت الحمصه غامقه فالطعم بيكون مر، لو كانت فاتحه ممكن الطعم يكون حامض نفس الطحنه، مع انه نفس نوع البن ونفس اشياء مره كثيره، لكن لون الحمص مختلف بسبب انه هذه تطورت مثلا وهذه كانت تطورها ضعيف. فما في درجه طحن مثاليه هي اللي تعطيني افضل طعم للقهوه. نتكلم بحاجه كذا على السريع اللي هي الكالبريشن، معايره الماكينه مع الطاحونه. المنظمه العالميه للقهوه تقول لك انه الكبس عندك لازم يكون 9 بار اللي هو قوتك انت في الكبس. هذا شيء انا بالنسبه لي كيف احدد 9 بار؟ الشيء هذا مره صعب، وصعب ان احنا نعلم الناس اللي هو انك تكبس انت 9 بار. طيب هذا شيء واختلافي معه. الشيء الثاني درجة الحرارة، تقول لك انه من درجة حرارة مثلا 90 الى درجة حرارة 96. طيب انا ممكن اعلي اكثر من 96، ممكن اخليه اقل من 96، بس سكات تقول لك لا، كمية القهوة الباسكت عندك 18 تخليه 18، ما تتفلسف، رغم انه الباسكت اصلا يشيل 2 جرامات زيادة و2 اقل، فهذا المفروض انه احنا نقدر نلعب في الشيء هذا. الملي مثلا اللي هو الريشيو لازم يكون 1:2، بينما مؤخرا راجعت كلامها وغيرته اللي هي سكا تقول انه من كذا الى كذا، بحط لكم الرقم. طيب المشكلة الكبرى مو هنا بالنسبة لي، المشكلة انه لما يحدد لي وقت يقول لي انه وقت الاستخلاص لازم يكون ما بين كذا الى كذا، هذه المشكلة الكبيرة. ليه؟ لانه كثير من الناس لما يحط في باله مثلا خلاص هي سكا قالت كذا 30 ثانية، فمعناته انه لازم انزل اسبريسو 30 ثانية، اكثر من كذا مشكلة، اقل من كذا مشكلة. طيب ممكن الطعم كويس، حتى لو الطعم كويس يقول لك لا لا شوف الكيكة حقت الاسبريسو تتفتفت. طيب الطعم كويس ايش المشكلة في الكيكة؟ لا سكات تقول لازم كيكة الاسبريسو تكون متماسكة، ما تتفتفت، لو تفتفتت يكون انها استخلصت بزيادة. انا ايش يهمني الكلام هذا اصلا؟ ايش يهمني كعميل لما اجي مثلا باخذ الكوب انك تقول لي كيكة الاسبريسو برسو ما كيف الاسبريسو؟ احنا يهمنا في الاخير اللي هو الطعم، ممتاز،
وراح اتكلم عن مواقف صارت في البطوله في البطوله العالميه للباريستا، وراح توصل لكم فكره. ممكن تقول ناس ايش المشكله؟ طيب احنا لو غيرنا درجه الطحنه، درجه الطحنه انت لما تغيرها في اي طاحونه لازم ترمي كميه كوبين، يعني مثلا لو انت قاعد تحط 20 جرام انت لازم ترمي 40 جرام، في بعض الطواحين لازم ترمي 3 اكواب اللي هو 60 جرام. ممتاز. فرميك للاكواب هذه هو بحد ذاته نعمه، هذا اول شيء وانت محاسب عليه. الشيء الثاني، كل ما تحتاج تعديل بتعدل في الطحنه، خلصت الكميه اللي عندك وانت باقي ما سويت قهوه. الشيء الثاني، لسانك بيلدع. يعني انا سويت كوب ما عجبني مثلا، كان حامض، خليني مثلا انعم زي ما الناس تقول. طيب نعمت الطحنه برمي كوبين، هذه 3 اكواب. طيب ذقته مثلا مر، لازم اخشن شويه، هذا الرابع ذقته وبرمي كوبين، هذه 6، يلا انا بذوق السابع. راحت الاكواب كلها، وصاحب المنشاه والمشروع زعلان انه احنا ما بعنا شيء والقهوه عندك خلصت. فهذه المشكله. ما ادري صراحه انتم قاعد تشوفوا السنابات ولا ما تشوفوها، المهم انا انخنقت، فخلي الوضع اريح اكثر. مو المقصد والله رسميه، لكن اني اطلع بمنظر لائق بدل ما اطلع بتيشيرت والى اخره. فهذا الزي الرسمي اللي انا بطلع فيه قبلكم دائما. هذا فاصل ونرجع الحين من جديد. بوريكم الحين الفيديوهات حقت المتسابقين اللي شاركوا له في بطولة العالم، وكيف انهم استخدموا وصفات غريبة. تمام؟ يلا بسم الله. My recipe today for the espresso: 19 grams in, 40 grams out in about 17 seconds. The espresso will be enjoyed in 3 sips. He haven't tell us. He haven't tell the judges which coffee they are trying. I don't believe he said so. Not yet, but I'm sure. The judges. I'm sure. I'm gonna lift a lid on this box in front of you to reveal a sensory playset. Four objects designed to introduce you to compounds within this extraction. 20 grams in, 44 out, a slightly higher extraction. I'm going to talk you through each of these, but I'd like you to start with the cube. So just lift them up, raise them to your. الهدف من الفيديوهات هذه انه جربوا، حاولوا، شوفوا ايش النتائج اللي بتطلع معاكم، المعلومات اللي انتم تكسبوها من اي شخص في مجال القهوه، حاولوا انكم انتم تجربوه وتشوفوا ايش اللي بيفرق معاكم. بس ممكن انتم تطلعوا شيء جديد. العلم هذا ما هو علم كبير، اللي هو التحضير نفسه. المنظمه العالميه ما هي من زمان موجوده، المنظمه الاوروبيه والمنظمه الامريكيه كلها. فعشان كذا انتم لازم تحاولوا وتشوفوا ايش اللي يطلع معاكم وتشاركوا نتائجكم مع الناس، مثل ما انا قاعد اشارك نتائجي مع الناس، ومثل ما انا قاعد اطبقها قدام الناس في البطوله. مثلا اللي انا شاركت فيها قلت لهم تبخير الحليب راح ابخر اقل من 50 درجه، والشيء هذا خلاني اخذ افضل نتيجه لمشروب حليب موجود في البطوله، وبشهاده احد الحكام انه ألذ مشروب حليب ذقته في البطوله كلها. وغير النتائج الثانية طبعا الحمد لله. بس كذا خلصنا، شكرا لكم.